يقول السائل: ما هو واجبنا اتجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واجبنا محبة المؤمنين منهم المستقيمين على الطاعة، نحبهم لإيمانهم ولقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، نحبهم لإيمانهم ولقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من غير غلو، من غير غلو في حقهم، كما يغلو المبتدعة في أهل البيت ويظنون أنهم ينفعون أو يضرون، وأن فيهم يطلب منهم البركة ويتمسح بهم، هذا كله باطل لا أصل له. المحبة في القلب، محبة في القلب، ليس المحبة في التمسح وتقبيل الأيدي أو الرجلين أو غير ذلك. المحبة في القلب، محبة الإيمانية، محبة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه في القلب. فنحن نحترمهم ونوقرهم إذا كانوا مؤمنين، أما إذا كانوا غير مسلمين فلا نحبهم وإن كانوا من قرابة الرسول. هذا أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه ما تقرؤون: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يسلم. فمجرد القرابة ما يكفي، لا بد مع الإيمان والإسلام. نعم.